احنا يمكن الدولة الوحيدة اللي فيها حاجة اسمها هوم ديليفري مضاد حيوي، يعني الام بمنتهى البساطة ترفع سماعة التليفون بتتصل بالاجزخانة، من فضلك ابعت لي مضاد حيوي ابني سخن. هذه جريمة. المضادات اللي عايز اقولك ان احنا خلال 20 سنة الاخيرة ما اكتشفناش مضادات حيوية جديدة للاطفال تكاد تكون محصورة. يعني غيرنا في الجرعات، غيرنا في شكل المضاد الحيوي، علينا في الجرعة، لكن احنا نخلق مولكيول جديد مضاد حيوي بنجد صعوبة جدا في تخليقه. فيبقى انا المضاد الحيوي اللي موجود عندي في الصيدلية عايز احافظ عليه، عايز احافظ على نشاطه ضد العدوى ضد البكتيريا، يبقى مش اي حد ياخد مضاد حيوي دون استشارة الطبيب. لابد من استشارة طبيب مختص في الاطفال، في طب الاطفال، قبل ما ادي لابني مضاد حيوي. مش معنى ان الطفل سخن يبقى انه ياخد مضاد حيوي، مش معنى ان الطفل عنده دور برد انه ياخد مضاد حيوي. اعطاء المضادات الحيويه بصوره غير دقيقه بيفقد فاعليته ويبقى غير مؤثر لما باجي احتاجه احتياج فعلي.